ساعات بلا حدود مع أمين العبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير مستمعين الكرام، وحياكم الله معايا بحلقة جديدة من طاقات بلا حدود اللي بيطلع عليكم كل يوم من يوم الأحد إلى يوم الخميس وعلى مدار ساعة كاملة بنفس الحزم الساعة 12 إلى الساعة 1 ظهرا. مثل ما تعودنا كل أربعاء بيطل علينا وبيكون معانا أحد أعمدة هذا البرنامج، برنامج طاقات بلا حدود، المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق حمود الإبراهيم. واليوم موضوعنا يعني موضوع جدا ساخن، موضوع جدا مهم. اليوم رح نتكلم عن استغلال الطبيب لمريضه جريمة كبرى. رح نطلع فاصل الأذان صلاة الظهر، لكن لنا عودة أخرى معكم مستمعين الكرام. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. يسعد مساكم من جديد مستمعين الكرام، حياكم الله وعساكم على القوة. رحب بكل أصدقائنا وحبتنا اللي متواجدين معانا في هذه الساعة واللي رح يشاركونا إن شاء الله ويثرون حلقتنا بأسئلتهم واستفساراتهم. خليني قبل ما نبدأ حلقتنا النارية، مثل ما قلنا لكم الأسبوع اللي طافنا ودكتور طارق، أذكركم كل اللي طبعا بيدورون على وظائف بالذات من المنطقة الشرقية، رح إن شاء الله يقام يوم الاثنين الجاي 27 أكتوبر 2014 بتنظم غرفة الشرقية بالشراكة مع شركة معارض الظهران الدولية، واللي بيستمر إلى يوم الخميس، واللي أيضا راح يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الساعة 10 الصبح 10:30 الصبح. راح يكون في كمية كبيرة يا صبايا ويا شباب من الوظائف، أكثر من 5000 وظيفة، يعني حتى اللي برا المنطقة الشرقية من الرياض من المنطقة الغربية من أي مكان تقدرون كلكم تروحون تتوجهون، الرزق وين مكان روحوا توجهوا وقدموا إن شاء الله يارب فالكم طيب. رح يكون طبعا يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء رح تكون للرجال، بالنسبة للعائلات رح يكون يوم الخميس. المعرض رح يكون في مركز على أرض مركز معارض الظهران الواقع على طريق الدمام الخبر، ما يتوه، معروف مركز معارض الظهران، أبد ما أي حد وقف لونك من خارج المنطقة الشرقية اسأل عن مركز معارض الظهران على طول رح يدلونك. بالنسبة لموضوعنا اليوم، مثل ما قلت لكم في البداية، اليوم رح نتكلم عن استغلال الطبيب لمريضة جريمة كبرى. اللي حابين شنو ما كنت تعرضت خطأ طبي، تعرضت المشكلة ابتزاز أو ما غيره من طبيب، أو أيضا أنتم كأطباء أكيد تعرضتوا بمشاكل مع المرضى أو اللي بيزورونكم، كل عليكم أنكم تتشاركوا معي على الأرقام اللي أبدو من الآن. تشاركوا شاركوني عشان يتسنى لي أني أقرأ الاسمس، بالذات رح ركز أكثر شيء اليوم على الاسمس، يدزوا لي اسمكم أو مشاركاتكم. STC رح تكونون على 84-77-00، بالنسبة لموبايلي رح نتلقى مشاركاتكم على 640-660-7462-62، وبالنسبة لكل اللي حابين يتواصلوا مع الدكتور طارق بشكل مباشر على 012-61-61-100. ولا تنسون أيضا مشاركاتكم الرائعة على صفحتنا بتويتر والفيسبوك على @ألف ألف أمين العبد الله، وتسلم يمنا كل اللي قاعدين يرتوتون. يلا المزيد والمزيد. مساك الله بالخير الدكتور طارق، حياك الله. مساك الله بالنور والسرور استاذ امينه، مساك الله جميع المستمعين. اول شيء شكرا ثاني مره تسوينا رتويت. اي شفتي كيف اليوم اكيد رح نشكر كل المستمعين، شكرا لك. الله يسلمك الله يسلمك. طيب استغلال الطبيب لمريضه جريمه كبرى، يعني احنا حطيناها تحت مسمى كبير، احسها جريمه كبرى. هل لان يعني ممكن اذا الطبيب خطا مثلا بيتوفى المريض عشان كذا بنسميها جريمه كبرى؟ لا 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 لا. طب شنو معناها جريمه كبرى دكتور؟ بس خليني اوضح جزئيه، لانه انا من امس الى اليوم تجيني اتصالات من الكثير، من انا من عائله طبيه في الاساس، الكل فيها طب اي نوع. فالفكره ما فيها انه، وكمان يعني فقدت اعزائي اصدقائي كان من خلال خطا طبي الدكتور طارق الجهني الله يرحمه. الله، لكن انا اللي بتكلم عنه اليوم، لا احنا بنتكلم عن شيء مختلف، يعني ما نتحدث عن اخطاء طبيه بقدر ما نتحدث عن جرائم طبيه. يعني الخطا قلنا انه خطا انه ما توفر فيه ركن العمد، يعني هنا ما حصل خطا انه كان اهمال مثلا، يعني خطا طبي دكتور طارق. ولكن اذا توفر فيه ركن العمد، بمعنى ان الطبيب سعى الى استغلال المريض او ابتزازه، يعني ستوفر عنده ركن الجريمة، هنا تحولت إلى جريمة كبرى. وفي الحالة ذي احنا 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 ما احنا ضد الأطباء، بالعكس حلقتنا هذه هي لخدمة المهنة، لخدمة مهنة الطب ولخدمة الأطباء المخلصين، حتى انه نلقي الضوء على التطور التشريعي الكبير اللي حصل بإدراج هيئة التحقيق والادعاء العام لمجموعة من الجرائم. ترى على فكرة أضافوا منها حتى جرائم التعدي على الآثار،
أضافوا منها أيوة يعني طيب. أصبح التطور تشريعي وألحقوها بالقرار الصادر من مقام سيدي وزير الداخلية رقم 2000. هذا التطور تنظيمي حقوقي رائع. حلو جميل. أنت قلت يعني وأنت قاعد تشرح قلت حتى الابتزاز. إيش تقصد بالابتزاز دكتور طارق؟ يعني الابتزاز أو الاستغلال أنت قلت حتى استغلال. ممكن الاستغلال. الطبيب استغلال مريض. إحنا في إحنا يعني عندنا في الجريمة دي أو الفعل المجرم اللي هو صورته تماما اللي أتت التغرير بالمريض أو بعدم استخدام الأسس الطبية السليمة في طريقة العلاج بقصد الابتزاز أو الاستغلال. بمعنى عندي تغرير بالمريض، عندي ابتزاز للمريض، عندي استغلال للمريض. أيوة متى استغل متى تبرير متى أيوة. طيب أنا أقول لك الابتزاز يعني هو محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه من شخص أو أشخاص أو حتى مؤسسات، ويكون ذلك الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز. يعني أيوة الطبيب بحكم عمله يعرف أسرار. أكيد طبعا. أي فهو لما يعرف هذه الأسرار يرجع يساوم المريض عليها. يعني يرى في ابتزازه. طبعا هذا مخالفة صريحة لمهنة الطب، المهنة الراقية السامية هذه. أيوة وصلت الفكرة. يعني مثلا لو كان لا قدر الله رجل أعمال معروف أو مسؤول ومثلا أصيب بأحد الأمراض اللي ممكن يعني تخلب بمكانته أو بسمعته، يعني مثلا لا قدر الله مثل إيدز أو إلى آخره. هذا اللي تقصده أنت ابتزاز. أو أحيانا قد يوهمه لأنه عندي تغرير. بمعنى أن لما أسوي تحليل مين بيشوف النتيجة تحت التحليل؟ الدكتور بس الطبيب. فالطبيب هذا لو قال لي معلومة أنه أنا مصاب بمرض معين لا قدر الله حصدقه. أكيد طبعا حصدقه. فهو قد يعني بعض ضعاف أنه ترى على فكرة الأطباء هم بشر يعتريهم ما يعتري البشر العاديين. نعم. من يعني طيب. في ناس منهم حيكون يعني في لحظة ضعف معينة، لحظة ضعف أمام مال أو لحظة ضعف أمام الرغبات والنزوات قد يخطئ. هذا الابتزاز. حلو. فاحنا دخلنا في طب والاستغلال شلون ممكن نستغل؟ احنا قلنا هناك انه هو بيهدده عشان ياخذ مكاسب ماديه او معنويه. يعني اصلا الابتزاز يكفي فيه المحاوله يعني حتى لو ما حقق. حلو. الاستغلال لا، هو بياخذ المال عن طريق الحيله. شلون يعني عن طريق الحيله؟ ايوه بيجي يقول له مثلا انا حديك علاج مو موجود في البلد. العلاج هذا نادر وسري جدا وما يأخذون إلا نخبة معينة من الناس، والعلاج هذا مكلف جدا لأنه يعني العلاج اسمح لي بقولها أنا على الهواء، يعني زي مثلا المنشطات الجنسية ساعات يكتبونها زي المنشطات الجنسية بيدخلوها وهي ما هي يعني اللي يحصل بعد كذا. يعني أنا أقول لك على شيء، أنا أقول لك على قصة حصلت أكثر شيء أحسها تكثر يمكن في المستشفيات القطاع الخاص يا دكتور. هي بتصير في ممكن تكون أحيانا في بعض العيادات الصغيرة تسعى لهذا الشيء. المسؤولية الجارية تأخذ لها مخالفات أخرى. أنا أتكلم عليها. في حالة فعلًا وأنت قاعد تتكلم يعني في واحد أعرفه قالوا له عندك في أحد المستشفيات الكبيرة بعد اسم كبير قالوا له في عندك تليفات بالرحم وممكن تسبب سرطان وتكلفة العملية حتكون 18,000 والأشعة 6,000 قالوا لها طبعًا غير الكشفية يعني بالمجمل حتوصل قول إلين 30,000. فقالت لي أمينة أنا أخذت كلمتني قالت لي مين في دكتور ممتاز ممكن يكشف علي. سبحان الله ما ادري ايش اللي خلاها يعني هي كانت خلاص اوريدي حتعمل. قلت لها فلان الفلاني روحي عندها وان شاء الله امورك تتيسر. راحت المستشفى اكبر منه بالفعل اسم مستشفى كبير وعند دكتور كبير. مجرد ما شافها قال والله لا الياف فيكي ولا محزنون كان طيب الموضوع أنا فيه شيء بسيط بالكوي يروح وكل بالأشعة بالعملية والله كلها ما كلفتها يا دكتور 3000 ريال من 30 ل 3000. هذا استغلال. فلما احنا قد حصل عندي لشخص انا اعرفه كان عنده التهاب في المفاصل بعياده معينه راح انهم قالوا نديك دواء مباشر تشفى التهابات المفاصل بس الابره ب 6000 ريال 6000 اوبس تمام. طبعا انت تفكني من الالم هذا ما في مشكله. فاخذ كم ابره في الحقيقه اكتشفنا بعدين انه الدواء هذا متاح موجود وببضع دولارات يمكن 15 ريال بعد حاجه زي كذا بس انه جايبه بلونه كذا مختلف. انت ذكرتني وانت تتكلم هذا ايش نعتبره احلى لما نشوف دعايات في المجلات وفي الجرايد مثلا وفي التلفزيون عن دعايات بيحطوا لك عن ادويه معينه انها بتشفي وانها مش موجوده وبالطلبيه. اي نعم هو نبدا ندخل ما بين هل هي ادويه او مستحضرات عشبيه في بعض المفروض ان هذا فعل مجرب صراحه هذا مجرب طبعا لانه انا حتى اني انا بعرض الدواء
بدون ما اعرض الاعراض الجانبيه حقتي. بس هذول يتجرمون قانونيا دكتور؟ الحين احنا نتكلم، خلينا نركز على النقطه دي لانه الموضوع هذا كبير جدا. رحنا طيب احنا حنشوف حتى ليش يعني في لسه داشين لكم على اسئله مهمه. واكيد يعني الشكر لكل اللي قاعدين يرتبون لطاقات بلا حدود اليوم، جدا سعيده سارونا. هلا فيك يا قلبي، بس حطي لي الورد مالي، عودتيني مالي شغل، راح ادل عليكي. يلا حطلع الفاصل، لكن يا على السريع ابغى اشكر صراحه كل اللي قاعدين يرتبون لطاقات، مو هي راضيه تطلع لي الصفحه. على السريع راح اشكر حروف الغزواني ومنوش الاحمدي، احمد خاطر، عدنان مرغلاني، رفيق الحياه، وايضا ذيل ابتسامه، جودي قمر، زوزو، بدر البدور، راجح الحربي. في اسماء انا عارفه ما قلتها راح ارد ان شاء الله. مبارك سعد وسلطان، مودي النمر، أم عبد الله، أبو هتان، محمد الشيراني، مازن كحكي، بدر البدور، نوير، فايز الكثيري، عاشق السفريات، عمر الدوحة، والسيد العبادي حلومة، وأيضا رؤية، أبو صفو، أحمد خاطر، علوش، منوش الأحمد، الدكتور طارق. شكرا لك وحروف أسنى. يلا رحنا تفاصل ونرجع لأصل طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. أكيد أيضا الشكر للمهندس أي سي، وأيضا موسى البلوشي ومحمد الفردوس. يعني أنا جدا سعيدة صراحة، تسلم يمناكم كلكم، أخوي سلطان، كل اللي قاعدين من جد بيرتوتون لحلقة اليوم من أهم الحلقات. لكن إن شاء الله حتى أنتم كلكم أسئلتكم رح أقدر أني أقدر أخذها. أبو العز الأسمري أيضا شكر لي. دكتور طارق، يمكن كثير ناس يسألون يعني إيش علاقة موضوع اليوم استغلال الطبيب لمريضه جريمة كبرى بطاقات بلا حدود؟ الآن أصبح الطب ليس مجرد عيادة. حلو. يعني أصبح هناك نشاط اقتصادي يقوم على تقديم الخدمات الطبية. أكيد الحذر، كل الحذر، الحذر كل الحذر للأطباء اللي هم داخلين في نشاط التحول إلى النشاط التجاري، أنه تكون له أعمال أو كمستوصفات أو مستشفيات، قد يجدون نوعية من الناس يدخلون في مجتمعهم يحولوا أنه هذه الطريقة اللي هي ماشية في السوق. أنت عشان تنجح لازم تسوي زي كذا. حتى عندنا في المحاماة في مدرستين، في المدرسة حقتنا اللي تربينا عليها هنا، انك تعمل مع العميل حقك معاملة بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبكل امانة. في مدرسة ثانية تعتقد لا، العميل هذا اول ما يجيك لازم تكتفه، لازم توحيله انه القضية هذه خلصها في 6 شهور، لازم احيله انه على علاقة بالجهاز القضائي. فهذا كذب. يعني المدرسة، فاللي ما ينتبه، اللي ما ينتبه من الناس لما يدخل قطاع الاعمال ويولي عنقه زي ما نقول احنا لاشخاص من هذول النوعين، يحوله انك انت ما حتنجح الا لما تسوي الطريقه دي. نعم، هذا اللي يصير لما احنا بندخل في قطاع الاستثمار، احنا نقول له انت بتعرض مو بس استثمارك، بتعرض حتى شخصك للمسؤوليه. حلو، هذا اللي بيصير. يعني صراحه اكثر المستشفيات القطاع الخاص يعني بيصير فيها شكوى كثير. يعني مثلا ساعات دكتور انا بروح اسوي شغله، يعني مريضه بشيء معين بسيط، اعمل لي تحليل دم حق ما نعرف ايش، وتحليل دم انا عارف. طيب انا بس الجزئيه هذه، هذا يدخل في الابتزاز، مو الابتزاز، الاستغلال يعني عفوا. يعني انا بقول على شيء ما اقدر اقول، لانه هنا النظام قال انه بهدف الاستغلال، لكن كمان في الناحيه الثانيه لازم نكون عارفين الطبيب فيش كان يفكر. يعني الطبيب لما يجي له انسان عنده تعب، هو من حقه يطلب له تحاليل معينه، حتى لو قلنا انها لمصلحه المستشفى، وحتى لو قلنا انه والله احنا ما لها داعي، بس عنده مبرر. لكن أنا بتكلم أنه بيطلب له شيء ما له علاقة تماما بالمشكلة. يعني بيدخل مثلا زي واحد والله توصل التحليل 1000-1500 ساعات، يوهمونه أنه يحتاج يسوي عملية جراحية لمرض غير موجود. بالضبط، يمكن أكثر الأخطأ. بالضبط يعني المرض أصلا هي أكثر شيء يعني المرض غير موجود. يعني أصلا المرض اللي هو بيسوي له العملية مو موجود. يعني أنا عندي قصة من المضحك المبكي لشخص أعرفه، حصلت له قضية انه ذهب لدكتور عنده عقد اللمفاوية، هو رجل شاب في الصدر، كشف عليه الطبيب وقال له لا انت عندك سرطان في الثدي، وهذا نادر في الرجال وشرس جدا، وانت المفروض انك تعمل عملية الان. حلو، طيب يعني ما خلاه يطلع الا بعد ما كتب تعهد. في الحقيقة هو ما عنده شيء. طب في جهات يعني هذه الان هذه الجريمة اللي انا بتكلم عنها. حلو، احنا بنوصل للمرحلة هذه. انزين، طب انت قلت دكتور طارق ان في من الجرائم العلاج بالوسائل غير المهنيه. اي اتباع يعني اتباع الاسس غير يعني الجزئيه بالضبط، عدم استخدام الاسس الطبيه السليمه في طريقه العلاج. شلون يعني؟ بمعنى انا ماني طبيب عشان اقدر افسر الجزئيه دي من ناحيه طبيه، لكن اقدر افسرها من ناحيه القانونيه. لما يكون عندي مريض المفروض انه انا بدي له كورس علاجي من الادويه النفسيه مثلا. نعم.
وأزج بالمريض هذا بكمية من الأدوية الخاضعة للرقابة من المهديات والمسكنات بحيث أني أجعله ينطبق عليه تعريف المدمن. هذه غير طرق سليمة. علشان كذا فأنا في الحالة صحيح. في الحالة دي أنا عملت له كنترول كامل، صرت أتحكم فيه، لأنه طبعا لن يعطيه له أي طبيب الكميات اللي أنا أعطيها له. لو راح لأي طبيب عنده صحيح. أمان يقول له ما حاعطيه، لأنه الأدوية المهدية هي في جزء منها مسببة للإدمان. صحيح. فهو بيعمل عليه تحكم كامل، وبالتالي ممكن يستغله ماديا أو يستغله عاطفيا أو جنسيا. أوه. ويدخل فيها، لأنه زي ما قلنا الأطباء مهم ملائكة، هم بشر في منهم أخطائهم. فإحنا كذا بالنظام هذا لما وضعوه أو حطوا أعلنوه الهدف منه تخليص المهنة الراقية هذه السامية. صحيح. مما يشوبها. صحيح، أنا أتفق معك، بالذات يمكن جانب الحبوب النفسية. يمكن كثير أنا لما كنت يعني مثلا بقدم طبابة ألف، كثير كانوا يخافون من موضوع الحبوب بسبب أنهم تدخلهم في دائرة الإدمان، لأن كثير من الأطباء مثلا زي ما قلت بيعطونهم جرعات بحيث أنه يصير يمسك المريض معاه على طول الخط. مثلا المريض محتاج ستة في العلاج بالسلوك المعرفي الحين، ومو كثير اللي بيستخدمه مكان الأدوية. الأطباء النفسيين وخصوصا اللي عندنا في البلد هنا ما شاء الله، خصوصا الأطباء السعوديين لما نجلس معهم أو نتكلم معهم ونشوفهم حريصين جدا أنه ما يصرف الدواء إلا بالكمية المطلوبة لعلاج المريض وتوبيت الدرج إلى أن يتم التعافي. نعم. طيب خطأ طبي، شيء من الأشياء الكثيرة اللي أنت قلتها سارة، وين أروح؟ هل في جهة معينة أنا أقدر أشتكي؟ أنا بقول هذا مو خطأ دحين، هذا تجاوز هذا مرحلة خطأ. الخطأ أيه. تجاوز مرحلة الخطأ لتوفر ركن العمد فيه، يعني صارت عندي قصد جنائي. طيب احنا تكلمنا عن جزئيه في الاول بس ما كملناها. شنو ايش معنى جريمه كبرى؟ شنو معنى؟ اي عشان ندخل في الموضوع هذا. الجريمه الكبرى مو شرط يموت، لا، الجريمه الكبرى يعني في العاده لما يتم القبض على المتهم في اي جريمه من حقه ان يخرج بالكفاله الى حين محاكمته. صح، بيطلع بالكفاله والى اخره. لكن المنظم لما طلعت، طبعا هي طلعت اول شيء في هذا الأمير نايف بن عبد العزيز الله يرحمه ويغفر له، كان القرار رقم 1595 وتطور لما صدر القرار 1900، بعدين مع الأمير محمد النايف الله يحفظه القرار رقم 2000. هذه جرائم، عددوا جرائم بالاسم 1 2 3 4 5 6، يعني اللي يرتكب الجريمة ذي، لا اللي يرتكب الجريمة ذي لن يتم إطلاقه. أوه. لن يطلق بالكفالة، سيمكث في السجن إلى حين محاكمته. يعني ما في كفالة، ما لو يقعد سنتين ما يطلع. احنا هذه طيب. الجزئيه اللي فاكر تكلمنا عن شقها في لما جينا نتكلم عن جرائم الشيكات، بالضبط، لانه طيب. ادرجت من ضمن الجرائم. الان ادرجوا هذا اجراء احترازي صارم جدا. إيه يعني انا بقول للشخص هذا اذا ثبت عليه، اذا انا وفرت لجهه التحقيق مستندات تثبت انه الطبيب هذا اما انه ابتزل المريض، طبعا جريمه الابتزاز مرفوضه في جميع الاحوال، صحيح، استغل المريض بطريقه غير صحيحه تماما، وأنه غرر بالمريض، حلو، أقول له ترى إذا ألقي القبض على الطبيب هذا لن يطلق. جميل. لن يطلق مهما كان منصبه. طيب هنا المريض حفظ حقك، أنت قلت الحين في 1 2 3 4 صاحب السمو الملك الأمير محمد بن نايف حطها قوانين صارمة ما بدون أي كفالة ولا محزن، ما يطلعون. إيه نعم. ما يطلعون، وأدرجت هذه من نهاية التحقيق الدائم اللاحق. حلو، يعني معناته المريض حفظ حقه. طيب أنا كطبيب شلون أحفظ حقي من التشهير؟ مثلا يجيني والله العظيم مريض، ساعات أنا يعني مثلا وصلت للعلاج الصح بس هو مش مقتنع. أي هذه التشهير بيصير في الطبيب وبتويتر بنشوف تشهير بعض الأطباء السعوديين هم على كفاءات عالية في نقطة أو محاربة، عفوا بس أكمل هذه الدكتور، أو حتى ممكن أنا مثلا أنا وأنت في تخصص نادر وغيره، أنا والله منك دكتور طارق. أي. أنا بيرسلون ناس بيصير في تشهير في بعض. صحيح. طب أنا كطبيب وين أحفظ حقي؟ النقطة دي هتاخذنا على جريمة ثانية لكن حنتكلم عنها جزئيا. أتفضل. التشهير بأي شكل إن كان، بالوسائل الإلكترونية، بوسائل التواصل الاجتماعي، ترى احنا نقول اللي يسوي هذا الفعل، ترى انت ما حتروح تنام في بيتك عادي، انت بترتكب جريمة من اكبر جرائم المعلوماتية. التشهير هذا عقوبة لا يصدر الا بحكم قضائي. حل. فانا من اشهر بأحد من حقه يقاضينه، ترى على فكرة العقوبة بالسنين حبس والغرامة بمئات الألوف إلى الملايين. طبعا مجرد أنت ما تتكلم عن المركز الفلاني أو العيادة الفلانية. أيوه. أو الدكتور الفلاني. أيوه. لا. التشهير لا يكون، يعني التشهير هو عقوبة. تخيلي أنه التشهير عقوبة قضائية، فلما يجي شخص أنه اللهم أنه في تويتر أو في الفيسبوك أو وينشر على جهة أو شخص معين اتهمه اتهام باطل مهني، لا ترى حيتعذر وحينسجن وحيتغرم.
فأنا أقول للناس احذروا جدا، ما أعراض الناس ما يسمعوا. ثاني حاجة يبالنا برضو في الجزئية دي زي ما وصوا ولاة الأمر وزي ما وصوا العلماء التثبت، مو أي خبر يجيني أنا بنقله، يبالي يثبت منه خصوصا فيما يتعلق بسمعة الناس وبأعراضها. صحيح، والطبان إن شاء الله كلهم فيهم الخير والبركة. رح نطلع فاصل سريع ولا رح نبدأ نأخذ صلاة فدوى؟ نأخذ صلاة فاصل. يا قاعدة تقول لي فاصل، قبل الفاصل اللي خليني أشكر كل اللي قاعدين يتواصلون معي في حلقة اليوم، تسلمي مناكم كلكم، فخورة جدا فيكم، فخورة كل اللي قاعدين يحطوننا ورد. يمكن الحين حتشوفوا صفحتك ورد ورد ورد، ما قصروا، يدرون يحب الورد. يلا راح أقول راح أقولكم بالأسماء إن شاء الله كل اللي قاعدين يحطون بكيهات الورد. أنا سكرينت، شكرا لك. خلينا أشكر اللي قاعدين يرتوتون، مصعب خالد، وأيضا عبد الله نمر المعاوي، وموري كول، هذا واحد من الناس اللي قاعد حطت لنا ورد أحمر. شكرا لك إبراهيم بيلت بليلة، أعتقد all people equal، وماجد عاتق، المهندس عبود شهاب، أبو العز الأسمري، موسى البلوشي، والمهندس أي أس. يلا راح نبدأ نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الاسماس. ابدوا حطونا أسئلتكم واستفساراتكم، اللي حابين يطرحون أي سؤال بالنسبة للموضوع اليوم، استغلال الطبيب لمريضه جريمة كبرى، على أسئلتكم اللي حابين تطرحون للمحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق إبراهيم عبر الاسماس. مشتركين اس تي سي راح تكونوا على 84770، موبايلي 640660 زين 746262. الأولوية اليوم للإسماس اس تي سي 84770، موبايلي 640660 زين 746262. رح نطلع فاصل لك، رح نرجع نواصل معكم في أفقو على أثير موجتنا، موجتكم السعودية ألف ألف أف أم، وطاقات بلا حدود. طاقات بلا حدود مع أمين العبد الله. على السريع رح أقول أرقامنا مرة ثانية اللي حابين، يعني قاعدين نقرأ تويتر، صراحة شيء مهول مهول بالأخطاء الطبية والأشياء يعني اللي رح أكيد نستطردها ورح نقولها، بس كل أسئلتكم اللي حابين تطرحونها على المحامي والمستشار القانوني الدكتور طارق إبراهيم بموضوع استغلال الطبيب لمريضه جريمة كبرى، سواء حتى يعني كنتم مرضى واستغلتم من قبل أطباء، أو كنتم أنتم أطباء أيضا وتعرضتوا لمشاكل من مرضاكم أو من أطباء زملائكم، كل عليكم بس أنكم تتشاركوا معنا في حلقتنا اليوم. دزوا لي أسماءكم أو مشاركتكم عبر الإسماس استي سي، رح تكونوا على 84770، موبايلي 640660 زين 746262، خط هاتفنا 012-61-61-100، وصفحتنا بتويتر والفيسبوك على آت ألف ألف أم وأتمين العبدالله A3M4E أبعود، أيضا دكتور طارق THI1392. يلا بسم الله دكتور طارق، نبدا ناخذ اتصالات الهاتفيه وبعدين ايوه الاسمس، يعني دازين حالاتهم بعد رح ناخذهم اكيد. يلا اخونا طلعت 17 عمليه بسبب اخطاء طبيه، تفضل اخوي طلعت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اقول دكتور طارق؟ حياك الله. حياك الله يا استاذ طلعت. دكتور طارق يعطيك العافيه ان شاء الله. الله يعافيك، بس احنا حريصين على شيء يا اخوي طلعت، لا نذكر اسماء مستشفيات عشان نقدر نطرح الموضوع. تفضل معك. انا كان عندي في البدايه قطع رباط صليبي. نعم. يعني اي مستشفى ممكن يقوم في العمليه نجاح ان شاء الله، يعني مضمون باذن الله تعالى، هذا شيء بيد الله باذن الله. نعم. توصل قطع الرباط الصليبي بتغيير مفصل الركبه 3 مرات. نعم. 3 مرات غير العمليات الصغيرة، إنه يعيد الرباط ويعيد الرباط مرتين وثلاثة. طيب. عادوا له هو قصوا عظمة الساق وعدلوها. رجعوا ثاني مرة آخر تقرير طبي أخذته يمكن قبل حوالي ما كملت الشهر. نعم. يقول لك لازم تعاد العملية من جديد وإزالة الجبس من داخل العظم، وهذه العملية خطورة لأبعد حدود، ممكن تسبب فترة رجل فورة. لا حول ولا قوة. طيب أنا بقول لك شيء يا أخي طلعت، هل أنت يعني هل أخذت رأي آخر؟ لأنه اللي بي اللي بي اللي 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 بيكشف لنا عادة موضوع التغرير أو موضوع الابتزاز أو موضوع الاستغلال أنك بتروح لجهة أخرى. صحيح. لأنه إحنا في حالات يعني تكون سبحان الله تعثر العملية، المشكلة اللي بتحصل فيها يعني تكون نتيجة مضاعفات يعني طبية متعارف عليها، فهل أنت هل أنت ذهبت إلى جهة ثانية وأكدوا لك أنه أنك ما كنت بتحتاج لهذا الأمر، أو أنه الجماعة ذول أخطأوا معك؟ أيوة اتجهت حتى لألمانيا، وصلت لحد ألمانيا. نعم. أيوة. في هامبورغ. نعم. وعطوني أنه السبب هذا كله سببه أخطاء طبية من خطأ لخطأ.
سبحان الله. طيب أنا بالنسبة للأخطاء الطبية العادية طبعا أنت من حقك أنك تتقدم فيها بكل التعويضات والمبالغ اللي أنت حاطها إلى الهيئة الصحية الشرعية في المحافظة اللي أنت فيها وفي العادة يردوها يعني أي مبالغ ولو كان في دية أو في قرش. لكن إحنا بنقول شيء يعني في فرق. أنا أتمنى أنهم لو أدرجوا مع الجرائم اللي نتكلم عنها اليوم أتمنى لو أدرجوا الأخطاء الطبية الفادحة لأنه في خطأ يعني لا يقبل. يعني صح أنه الطبيب مو مستفيد يعني ما أخذ فلوس يعني ما بس أنه الإهمال الجسيم يعني حصل إهمال جسيم زي عملية القيادة يعني واحد بيقدر يقطع الإشارة بيرتكب حادث بنعاقبه. لكن ممكن واحد يكون يقطع الإشارة وهو متعاطي المخدر ومسرع وماذي الناس بالضبط. هذه يجي من عقوبته تكون مختلفة. تفضل أخوي طلعت. هاي دكتور أنا ما أدور وراء تعويض بمالي ولا مادي ولا أي شيء والله ما أدور نهائيا. أنا أدور وراء تشخيص الطبيب الخاطئ. يعني أنت الحين طيب أنا بقولك شيء أنا لازم لكن أنا بقولك على شيء أخوي طلعت. أنت قلت لي جزئية الآن وهذه ثقافة منتشرة في المجتمع عندنا إنه الواحد يعني أنا ما أبغى التعويض. لا يا أخي خذ التعويض وتصدقوا عن نفسك. ليش تخليه لهم؟ حلو. ليش تخليه للمخطي؟ صح. خذ التعويض وتصدقوا عن نفسك. افعله وافعل خير. صحيح. لأنه يعني أنا ممكن أتجاوز وتسامح مع شخص والله إذا كان هو أخطأ بدون إهمال. لكن يحصل خطأ ويزيد الإهمال لا يا أخي خذ التعويض من حقك وافعله خير إذا أنت بحاجته. صحيح. شكر لك أخوي. شكرا طلعت. نعم ناخذ نايف الله يعوضك إن شاء الله يا رب صحتك. نورة من المنطقة الشرقية سعدي مساك. السلام عليكم. يا هلا وعليكم السلام. والله عيد منورة. بعد قلبي نور بوجودكم يا حياتي. تفضلي. الله يسلمك. مرحبا دكتور. هلا حياك الله. حياك الله أختي نورة. الله يحييك يبدي. أنا حابة أثير نقطة يمكن مش كثير يعني ملحوظة بس يعني غير مثارة. تفضلي. هي نقطتين. النقطة الأولى الإهمال الطبي الصريح في بعض المستشفيات الحكومية وبدون تسمية للأسف. وأصلا المشكلة على فكرة يا دكتور لأنها بدون تسمية. لو نسمي والله العظيم لا لأنه التسمية تدخل هذه عقوبة التشهير. أنا فاهم التشهير في أحيانا معروف والله العظيم معروف. تلقى المكان عبارة عن مكان دائما تطلع منه أخطاء. زي أنا أقولك على شغلة لو في جهاز معين دائما تطلع منه أخطاء وبعدين يقولون أخطاء فردية. طب إذا فردي 100 خطأ فردي 200 خطأ فردي تذمر عام معناها مو خطأ فردي معناها هذه ثقافة في نفس الجهاز. صح. بغض هذا اللي حصل بالضبط في المستشفيات. ولا راح أسمي ولا شيء ولا راح أسمي شيء أصلا معروفة. يعني أنا بقولك على شيء. أختي نورة أنا خايفة على أراسي طبعا. اتفضل. أنا بقولك على شيء يعني إحنا لو كل واحد يحصل خطأ عنده بيشتكي صدقيني ان الامور بتتعدل. لكن احنا اللي انا بلمسه من كثير من الناس انه الشكوى عندنا لفظيه بمعنى انه يشتكي والله حصل لي كذا والناس يقولوا الله يعوض عليك والله يعوض عليك فعلا الله يعوض على الكل ان شاء الله. لكن دائما انا اتخذ خطوه لاصلاح مجتمعي اني دشيت بمكان غلط والله بشتكي. صح. وبكمل بشكوى الى الاخير مهما كلفت لانه صح عن الناس. نعم شكرا لك يا نوره. وانا معاكي انا معاكي بحكايه التشهير. في جزئيه ثانيه. تفضلي. في جزئية يعني بس بقولك جزئيتين. الجزئية الأولى تخيلي في حالة صارت يعني قبل كم سنة دي من سنوات طويلة يقولون كان في مريض يقولون خلينا نشيل عن الأجهزة خليه يموت. أي سمعتي يسمعون الموظفات اللي في المستشفى. في الموظفات اللي في المستشفى توا قبل كم يوم تخيلي في شخص واحدة من صديقاتي تسولف لي تقول لي رايح أخوي المستشفى مع أمي يمكن 5 ساعات لا طعينة ومتخيلة. وطبعا طول بالوقت البنات ضحك 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 عشان كذا في بنات يقولون ما نبي اختلاط. المشكلة مش في الاختلاط. المشكلة في للأسف فئة سيئة وموجودة بس أنا نفسي والله ما أؤمن بهالشيء. يعني هم لابد لا صار يصير في مستشفى ذا الشيء. يعني تخيل أول شيء لطعة ثاني شيء خذت الرقم إلا نبغى الرقم ضروري. لما خذت الرقم بعدين ابتزاز. أنت عارف الباقي. أنا عارف أن النقطة شوي جريئة. نعم دكتور أنا عارف النقطة جريئة. طيب. ولكن يعني ما وضع النظام ده إلا لحماية الناس. صحيح. وحماية المهنة من اللي يدخلون فيها. وبقول شيء ترى يعني احنا دائما إذا كان في مشكلة في مستشفى معين أو في مستوصف معين وبتتكرر منه مشاكل نبغى نعرف أن المشكلة مو المشكلة في الإدارة. صحيح.
خلينا نشكر نورة، وأنا جدا بستانس أول ما أشوفهم كاتبين لي اسمك. فديتك يا نورة، فديت مداخلاتك، شكرا لك. ناخذ نايف من جدة، والله النقطة قالتها، لو أنهم يشهرون المستشفى يصير حريص، يعني يمكن حتى اللي عند البواب والله حريص الدكتور، يخافون على سمعته، لأن ما حد حيروح لأنه حتى لو تشهير يجب أن يكون قضائي. احنا في بلد قانون، بعد القانون انا ما اقصد تشهير كذا، عقب القانون، عقب ما يصدر قرار يشهرون فيهم. يلا ناخذ ارواح الناس، ما هي لعبه. ناخذ نايف من جده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخوي نايف. الله يبارك لك، الله يخليك. مبارك، حياك الله استاذ نايف. الله يسعدك. انا بس عندي نقطتين. انا حصل لي زوجتي حملت وتحولت من مستشفى خاص الى مستشفى حكومي، لن اذكر الاسماء، إلى مستشفى حكومي. نعم. صار في المراجعة طبعا كان عندها مشكلة زيادة في الماء، وقعوني على أوراق في المستشفى الحكومي، على أوراقني أنا المسؤولية كاملة علي. طبعا أنا قلت لهم كلمة واحدة، قلت أنا ما راح أكون أخبر منكم أو أعرف منكم بالحالة. وقعت على الورقة، صارت عملية الولادة طبعا المأساة، عشان أدخلها المستشفى عشان يوم الولادة من الساعة 3 الفجر لحد الساعة 9 الصباح كانت مغمى عليها. صارت الولادة، الطفل طبعا كان تعبان، جلس 10 ايام في العناية، توفاه الله. الله يشفع به ان شاء الله. امين. الله يشفع به. صدمتين يا دكتور، صدمتين. الصدمة الاولى انا رحت استلم الطفل من المستشفى محطوط في بلاستيك، اخذته للمغسلة، فتحته عشان اغسله، لقيت جنبه كامل من تحت الابط الين الخاصرة مفتوحة ومخيطة، حتى الدم لسه طالع. طيب هذه مسألة الولد. نعم. طبعا غطيه ورجعه، غسلته وصلينا عليه ودفنته. نعم. الأمر الزوجة صار عندها مشاكل في الرحم إلى يومك هذا، هي طبعا الموضوع من شهر 5/2013 إلى يومك هذا وهي تعاني. راجعت بها مستشفى آخر خاص، نوموها عندهم يوم، سووا لها كشف كامل، لقوا باقي من المشيمة باقية في الرحم. والله طيب. يا أخي شوف أنا أقول لك دقيقة دكتور بس عشان أكمل عشان ما أطول عليكم. نعم. رجعت بها نفس الوقت، رجعت بها للمستشفى الحكومي، طلعتهم على الموضوع كامل، جتني الاستشارية الله يجزاها خير. شوف أنا الآن أنا مضطر لكن أدعي لها، الله يجزاها خير، قالت لي صحيح فيه باقي وأنا أعترف، أنا مو أنا اللي سويت العملية لكن أنا عضو في اللجنة وأقول لك موجودة. نعم. ما في أدنى شيء، لازم نسوي لها عملية، والعملية خطرة لأنها ما لها 10 أيام نسوي عملية القيصرية ونسوي لها عملية ثانية الى يومك الان. طبعا طلبت تقرير عشان اسوي شكوى، ارسلوا لي رساله بفاتوره لنفس المستشفى الحكومي، طلبت تقرير، اعطوني تقرير الولاده ورفضوا الى يومك هذا. اي فاتوره. شلون المستشفى الحكومي يطلبون منك؟ اذكر اسمه ما في مشكله؟ لا لا تذكر. لا طيب انا اقول لك، قالوا لي لازم تجيب لنا تحويل وامر وكذا. طلبت، كلمت وزاره الصحه على الرقم حق الشكاوى. طيب. نعم. رفضوا ياخذون مني شكوى، وتبيني اعطيك اسمي على الهواء؟ ما عندي مشكله، انا نايف بن سعد بن باز. طيب. كلمتهم قالوا لي المستشفى هذا يا عن طريق الديوان الملكي يا عن طريق اداره المستشفى. انا اقول لك على شيء، انت يعني شوف القضاء مفتوح للجميع، وما في حد، حتى لو واحد قال انه انا ما حسوي وما حفعل، يا اخي اذا ما مشي الموضوع معك ارفع لولي الامر، ارفع للملك. بس انا بعتب عليه. ارفع لانه لا ولاة الامر والله العظيم ما قدر جعلنا لهم بعد الله سبحانه وتعالى لأي شيء على جميع الأصعدة، إلا والله العظيم يحيلونها للقضاء سريع ويطلبوا الفصل فيها، لأنه مستحيل. يعني الأخطاء اللي بتحصل يعني زي هذا اللي معنا أخوي نايف دكتور. بس أنا بعتب عليه بنقطة بعد نايف، حاجة واحدة. أنا لما الآن أرفع لولاة الأمر، وأدري أنهم ما راح يقصرون. نعم. بالعكس يوقفون معنا ورايتهم بيضة، لكن راح يطلبون مني تقرير. رفض المستشفى يعطيني تقرير، قل لهم اطلب حط في الشكوى حاجه حقته انه رفض يعطوني. طيب. وانا ارفق الخطاب حق المستشفى الثاني معك. اي نعم. ايوه الخطاب اللي اخذته من المستشفى الخاص، ارفقه مع الشكوى وارفعه. أيوة. ما في مشكله. نعم. يعني من اتجه له؟ انا ما ادري وين، ممكن انا بروح بس عشان ما اخذ. انا بقول لك على شيء، انت اول شيء ارفع لوزير الصحه الان، ما دام العمليه معقده ارفع لوزير الصحه. وتخاطب سريع يعني معالي المهندس عادل، متجاوب جدا كثير. ارسل له واطلب اذكر له القصه زي ما ذكرناها، وانا متاكد انه لن يتخذ، يعني حتكون تحويل سريع. لو لا قدر الله ما حصل الامر وما كان ضمن صلاحياته، ارفع للملك ولي الامر. طب بسالك بس سؤال، هم يحيلونه على طول. طبعاً. يعني نايف. الله يحكي. ابغى اسال بس كمان نتكلم عليك على جزئيه ثانيه بسيطه.
ترى يعني مشكله الاخناء الاستاذ نايف مشكله يعني مؤلمه، لكن احيانا في مشاكل تحصل ما للطبيب يد فيها، يعني المشكله حصلت مضاعفات. بس هذا ولا يمكن أنا تنسى. لا 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 لانه لا انا بتكلم عن ناحيتين، انا ما بتكلم ضد نايف، انا ما بتكلم ضد نايف. الان تعاني انا طيب انا اخوي نايف انا ما اتكلم والله العظيم في الحج طاحت علي ثلاث مرات. انا معك، انا ما بتكلم على موضوعك الان يا اخوي نايف، انا طيب. بس على اساس انه ما يفهمون الناس انه انا والله ضد الاطباء طول الخط. لا الاطباء احيانا يعني الاطباء احيانا بيتحملوا اشياء وبتقع عليهم ضغوط وهم محسنين، يعني سوى امره كامل وبابداع. انا ولكن حصل خطأ. قلت لك في دكتوره الله يا ربي يجزاها خير. انا فاهم، انا فاهم. بس بقول لك شيء لان الوقت بدا يدهمنا سريع. شوف يا نايف، ولدك يعني ليش فاتحي له من الجنب من عند الابطلين تحت عند السره؟ طيب في شو طلبت ان تكشف عليه؟ لا انا شفته، انا معليش في ذاك الوقت انا مفجوع وخذيت اعطوني اياه ووقعوني على ورقه استلام، رحت للمغسله لما فتحت عشان اغسله شفت الشد، حتى اللي بالمغسله قال لي وش هذا؟ اي طيب لا المفروض يعني المفروض نشهد على الاقل بشهود او صور او صوره حتى يتم محاسبه بالضبط. المفروض رجعت المستشفى. انا عارف والله عارف والله عارف يا نايف والله عارف الله يجربها لحد والله عارف والله عارف، لكن يعني لكن الامور لما تاخذ القضاء يجب ان يكون لها اثبات. يعني عشان انا اقول لك الان دكتور راح يطلبون مني اثباتات، راح ما عندي الا يعني كان الله يعني الله يديك، بس يا ريتك اخذت مستشفى ثاني وكشفت عليه. شكرا لك. ناخذ امل من قصيم، ما ادري ما في. ناخذ محمد. يعني الو. نعم حياك الله اخوي محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك يا أمينة. الحمد لله تمام، تفضل. الله يسلمك يا أستاذة، أنت والله المفروض يعني يعطونك أفضل مذيعة في العالم. والله يسعدك، بلا كذا أوبرا بتزعل بترفع علي قضية ويش دعوة. لا بالعكس. الله يسلمك. الله يسلمك، شكرا لك أخوي، تفضل. أعطيني دكتور الله يسلمك. تفضل معي، تفضل أستاذ محمد. إيش أخبارك طيب؟ الله يحفظك أستاذي. الله يسلمك، والله أنا عندي مشكلة، يمكن لفيت على المستشفيات العالم كلها ما لقيت لها. كل ما رحت مستشفى يقول ما لك علاج. سبحان الله. اي والله ما ادري عندك حل اذا ما عليك. ترى على فكره يا اخوي محمد، ترى انا محامي، ماني طبيب يعني. بالضبط. طيب رح نطلع فاصل يلا رح نطلع فاصل، رح ارجع على الاسمس للوقت المتبقي كله، رح يكون الاسمس اللي حابين طبعا عندهم اي مشكله ارسلوها الان مشتركين STC 8 4 7 7 0 0 موبايلي 640660 زين 7 4 6 2 6 2. طاقات بلا حدود مع أمينة العبد الله. في معنا اتصال، ناخذ محمد من جدة. يلا نقول الو اخونا محمد. ماكو. طيب يلا اللي حابين تشاركوا معنا رح كل اسئلتكم تكون عبر الاس ام اس مشتركي الاس تي سي، رح تكونون على 8 4 7 7 0 0 موبايلي 6 4 0 6 6 0 زين 7 4 6 2 6 2. اليوم موضوعنا عن استغلال الطبيب لمريضه، هل هو جريمه كبرى؟ وراح يجاوب على كل اسئلتكم واستفساراتكم المحامي المستشار القانوني الدكتور طارق ابراهيم. راح اخذ الاس ام اس، مع انه هي خارج موضوعنا ماكو مشكله، بس راح اخذ انا كمريض كيف اعرف اذا كان هناك استغلال من الطبيب بصرف علاج غير ضروري او طلب تحاليل لا دخل له في المرض. الراي دائما الراي المقابل. لازم اخذ راي ثاني طبعا. هذا عرف طبي وجود اللي هو السكت البني، الراي الثاني. نعم. انا بروح اخذ راي ثاني بسال الطبيب بدون ما اقول له اني انا رحت للطبيب الاول وحصل معي كذا وكذا وكذا. لا انا لما اروح اخذ راي ثاني اعرض الموضوع كاني اول مره اعرضه. نعم. ايضا دكتور بيقول طبيب اذا كان الدكتور بيبتزني او يستغلني فين اقدر اشتكي؟ وهل طبعا هذه قضيه جنائيه دائما اي رسوم قضية. فتح الملف مخالفه زي ما سمعنا بند السلطان. طبعا هذه اعلنوها يعني رسوم فتح الملفات المفروض ما ندفع ما عليها. ايوه ما في. كيف ادفع فلوس على ملف ما ندخل دخل اكشف؟ دكتور تدفع 200 يمكن ريال او حسب المستشفى حق 500 يلا كان فدوه تقول 500 حق فتح الملف، 500 عشان تروح تشوف تدخل عند الدكتور. المشكله 500 حق التحاليل. المشكله لما دخلت التجاره في الطب، يعني حولت الطب في بعض الجوانب، انا ما اتكلم كل الجوانب، بس حولت الى متاجره بالالم وبالارواح للاسف. في بعض الاحيان في بعض المستشفيات همها فقط انه انا كم احقق ربح مادي. نعم. على حساب المنجم اللي انا باستغله اللي هم المراجعين.
حلو. ايضا انا طالب في الجامعه انتظام وموظف في قطاع خاص، هل استحق اجازه اختبار 15 يوم؟ لاني امس كلمت مدير الموارد البشريه قال لي ما تستحق اجازه لازم الاختبار يجي انه يكون. بس انا بعرف كيف موظف، كيف طالب انت انتظام وموظف قطاع خاص. يمكن في المساء دكتور. على كل هو من حقه مو اسبوعين، من حقه ايام الاختبارات الفعليه. يعني عنده 3 أيام اختبارات، من حقه 3 أيام إجازة للإجازة في مواد غير معادة. يعني مو يقعد يكون يعني بيفشل كل ترم ويعيد المواد ويفشل ويعيد، لا، في مواد مي معادة ويجيب لهم الإثبات حقها إنه هذا الموعد الاختبار وهذا الجدول حقي ويومه كذا، اليوم هذا يأخذ عليه إجازة بس. لا. مو أسبوعين ولا شهر، لا، أيام اللي اختبارات. نعم. سعود الهذلول يقول اقتراح تركيب دائرة مراقبة تكون كاميرات صوت وصورة في غرف الأطباء وتكون مراقبتها عن طريق قسم خاص بوزارة الصحة. لا بس هذه كده دخلنا في أسرار العوائل ممكن، بس نقول ممكن أن يكون في غرف العمليات. لا العمليات فيه، غرف العمليات موجودة، العمليات موجودة، العمليات مصورة. نعم. لكن العيادات طبعا في أسرار المريض مهما كان. نعم. اللي حابين يشاركوا معنا إذا بدو الوقت المتبقي دزوا أسئلتكم عبر الاس ام اس مشتركين STC 84 7700، STC 84 7700، موبايلي 640660 زين 7462622. وبالنسبة للخط هاتفنا على 0121616100. أبو الليل إحنا ما نكفل الخط بأي أحد، بالعكس يعني، يعني ما أدري ليش حضرتك زعلان. يلا خليني الاستغلال لإدارة المستشفى على المريض، بيزيدون التكاليف العلاجية وبيستدعون الجلسات أكثر عشان الفلوس. عزيز الصوت شكرا. ناخذ منى، خلينا ناخذ منى. ألو يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزتي. الله يرضى عليك. الدكتور معايا؟ تفضلي. السلام عليكم. الله يسلمك. وعليكم السلام. أي الله يرضى عليك يا دكتور. كنت بس أبغى أسأل يعني الـ تصحيح النظر بالليزر أو بالليزك، هل يعني له مضاعفات مستقبلية ممكن؟ طيب هذه الملاحظة يا أستاذ منى، ترى أنا محامي، أنا قاعد أتكلم عن أخطاء طبية. هذا عقبنا مع سحر، لكن الحق احنا بنتكلم حبيبتي على أخطاء طبية قانونيا شو تسوين؟ شكرا لك يا منى. يلا انبسطت، أنا استنشت اسم بنية، قلت خلينا نشوف شو اللي صار معنا. ناخذ اتصال ثاني. ألو. ألو. نعم، يسعد لي مساك، نتعرف على اسمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا استاذه؟ الحمد لله، تفضل اخوي. الله يسلمك. انا بدي استفسر، انتم بتتكلموا عن المواضيع دي، هل انه احنا ما بعد تتكلموا عن المواضيع دي، المستشفيات واستغلال المستشفيات الخاصه، هل في رادع؟ هذا سؤالي، ها جواب، ابغى جواب منكم، في رادع؟ طيب انا طيب. بقول لك شيء يا استاذي. تفضل. احنا احنا عندنا في وعي صحي في المجتمع موجود. كويس. اول شيء كيف حالك؟ الله يسلمك. طيب انا اسف دخلت. لا بالعكس، تفضل. الله اسف. لكن يعني فئه البرامج اللي بتتعمل دي صدر. القصد منها رفع التوعيه، رفع الوعي القانوني عند الناس، هذا الهدف اللي احنا بنشتغل عليه. لا يعني انا بقول لك على شيء، ادراج هيئه التحقيق والادعاء العام للتغرير بالمريض او استغلاله او ابتزازه وعدها جريمه كبرى، الجماعه ما قصروا، أعطوا اللي يعني صنفوها أعلى جريمة من الجرائم العليا. طب الآن الدور والباقي على مين؟ علي وعليه. على هنا احنا كمجتمع فعلا. انا احنا من خلال انا بعانيها من المستشفيات الخاصة، من الاستغلال، مو علشان اني هدف اني اشتكي اقول والله افصح بالاسم المستشفى الفلاني ولا المستشفى، انت يعني لمؤاخذة مدراء مستشفيات بياخذوا رواتب على الدخل، يعني اذا انت دخلت المستشفى 120 مليون في السنه حيزيد راتبك. طب انا ايه ذنبي انا كمواطن؟ انا راتبي مثلا بغض النظر، يعني اي مواطن سعودي راتبه 5000 والله يا اخي لو تأمين مهما كان دخله. اسالك بالله، اولادك لو 6 ولا 7 انفار مين يقدر يعالجهم؟ يموتوا عيالك قدام عينك واحنا نفضل نتصل على الاذاعات ونشتكي على نبغى رادع كذا ينزلوا، زي ما في الصين، زي ما في الدول المتقدمه ينزلوا المسؤول. بالملايين التعويض. يعني طيارة يطيح فيها مواطن يشيلوا رئيس البلدية، ايش له شغل رئيس البلدية؟ شيلوا رئيس البلدية الفرعية اللي هو ماسك المنطقة، أنت دحين جالس في الإذاعة والأستاذة جالسة في الإذاعة ما تدري يشيلوا في شو يصير في إذاعتكم الغرفة اللي جنبكم. طب لا شو بتقوموا ببرنامج بتوصلوا رسالتكم على عيني وراسي رسالتكم. طيب أعرف اسمك. هذا المواطن اللي يحب بلده ومخلص، بس أعرف اسمك لو تكرمت.
أنا اسمي صبري سمان. طيب 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 أهل المدينة. يلا الحين حرد على كلامك. طيب لك صبري. عسلي قدامنا دقيقة. طيب أستاذ صبري أنا متفهم الكلام اللي يقوله أستاذ صبري. كلام عين العقل. يجب أن نترق لكن إحنا الجزئية اللي بنتكلم عليه اليوم ترى بنقول فيه عقوبات رادعة. لكن أنا إحنا ما نقدر نتكلم عن كل المشاكل في كل البلد. كل بلد فيها مشاكل. كل الناس في أهل الخير فيها. لكن المطلوب مننا كمجتمع إنه لما يكون عندي نظام يتيح لي إني أخذ حقي أنا ما حتردد إني أفعله. حلو. يعني ما قصر الدولة ما أعطوك نظام قال لك يا أخي إذا ثبت على الطبيب هذا إنه استغل أو غرر بالمريض أو قام بابتزازه أثبت له قدم لنا وإحنا حنحطه جريمة كبرى موجبة للتوقيف. شكرا لك. أنت يمكن رديت بشكل قانوني أنا حرد بشكل إعلامي. نعم. بما أني إعلامية إن حصلت الضوء يعني إذا سكتنا قلتوا والله ما حد تكلم وسكتوا ما يعني تطرقتوا لهذه المواضيع المهمة اللي بتهمنا إحنا كمواطنين. نعم. وإذا تكلمنا قلتوا نبغى المسؤولين يتفاعلوا معاكم. إحنا أنا يعني مذيعة يعني تفاعلت مع الموضوع وطرحته الدور والباقي على المسؤولين. هذه انا ما بروح عند باب كل مسؤول وادق عليه الباب طق 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 واقول له لو سمحت تعال تفاعل معي تعال طلع قوانين. لا كل واحد في مكانه وعارف شنو وظيفته. هذا هو احنا سلطنا الضوء اليوم ان شاء الله كفينا والمجتمع يزيد وعيه. نعم بالزبط. وكثير قاعدين يطلبون جزء ثاني ان شاء الله ابشروا اذا مو الاسبوع الجاي اللي عقبه راح يكون في ان شاء الله جزء ثاني. شكرا لك دكتور طارق. شكرا استاذ امير. شكرا جميع المستمعين. كان معنا اليوم الدكتور طارق الحمود ابراهيم محمد استشار قانوني واليوم كان موضوعنا عن استغلال الطبيب لمريض جريمه كبرى. شكرا لأسماء مشاكس ايضا رجل استثنائي ابو الليل القرار امون الصقري عبد الله اغا بصراحه اوفر احمد البغلاني. شكرا لكل اللي رتوتوا الحلقه اليوم واعتذر منكم اني ما قدرت اقرا تغريداتكم بالعين وعلى الراس. وشكر لكل ايضا تواصلوا معي عبر الاسم اس زوية عبر مشاركاتكم الهاتفيه ولزميلتي الدائمه معي فدوى بوغس من خلف الاخراج والهندسه الصوتيه. كنت معكم امين العبد الله. نطروني بكره في نفس الحزه. بكره الضيف ساخن جدا من مكتب وزاره العمل بالرياض الدكتور فهد التخيفي نفس الحزه من الساعه 12 الى الساعه 1 ظهرا. فمان الله.